من هون الخميس الجاي ان شاء الله الالات تكون واصله. والله يا معلم هيك خبرونا عن طريق الفاكس، عن طريق الفاكس هيك خبرونا. بصراحه يا معلم هدول جماعه كثير ملتزمين بحياتهم ما كذبوا. ثاني شيء هدول شركه لهم اسمهم بعالم المكنات، يعني ما معقول يكذبوا معلم علينا، علينا ما معقول يكذبوا معلم. انا هيك بتوقع لانه اول دفعه بعثنا لهم اياها 100 مليون. طبعا انا بايدي حولت لهم اياها. معناها فينا نفتح المشروع خلال ايام. اكيد معلم، لك مليون بالمية. معناها رح نتكل على الله. شو مشان مشروع الاسمنت اللي حكينا عنه؟ معلم الدراسة صارت جاهزة ولازم حضرتك تطلع عليها. جيب لي الورقة لحتى اطلع عليه، إذا شفت الجدول الاقتصادية تبع هالمشروع جيدة، بإذن الله رح نفوت فيه. إيه الله يزيدك. وهيك معلم بتكون فايت السنة بسبع مشاريع. ليك أنا هذا الكلام ما بحبه ها؟ ما بحبه. ما بيحسد المال لأصحابه. قول بسم الله. ألو؟ أهلين أهلين أهلين. أيوة شلون؟ شو عم تحكي؟ كيف؟ الله يرحمه الله يرحمه. شوفي معلم خير إن شاء الله هالتليفون؟ عم يقولوا الكبير مات. يا الله يجعل مسواه الجنة معلم. الله يرحمه. دعمة كيف وإمتى وشلون؟ هاي حال الدنيا معلم. معناها اسمعوا مني، لازم نروح نرتب حالنا ونكون أول ناس عم تعزي. هذا هو. ما بصير. يلا تفضل معلم تفضل. يا هلا حبيبي، شو جاي على بكير اليوم؟ هلا خبروني انه الكبير مات. شو هالحكي امتى؟ لك ايه هلا خبروني، قلت بيجي بلبس طقمي وبطلع. ايه طبعا حبيبي لازم تروح مشان اسمك ومقامك. لك معلوم لازم كون، تعي طالع لي طقمي وقميصي بدي كون اول واحد. والله كان يعز علينا كبير. الله يرحمك يا كبير. لك الله يرحمك يا كبير. أحسن الله أجركم. شكرا الله سعيد. الله يرحمك يا كبير. الله يرحمك يا كبير. الله يرحمه. شو شريك؟ مين الأخ؟ لك هذا المليونير سليم ما غيره، شو ما عرفته؟ لا والله ما عرفته، أصلاً أنا هي أول مرة بسمع فيه. شي؟ لك هذا أكبر مليونير بالبلد، مشاريع وأرزاق ما بتاكل النيران، وكل سنة عنده 10 مشاريع إذا مو أكتر. يا سيدي الله يرزقه ويرزقنا. بس شايف، شايف لي إياه كيف متأثر على الكبير؟ لك آخ آخ، مين ما بيحبه للكبير؟ آه مين ما بيحبه؟ أي والله يا سيدي الله يرحمه ويرحمنا. آمين. انتبه انتبه ليقوم المعلم بده شيء. صحيح حبيبي ما خبرتني، شو صار اليوم معك بالعزاء؟ لك رحنا ماشي الحال، يعني كنا أول الناس وعزينا وطلعنا. ودخلك إجا ناس كتير؟ ايش وفودا وفودا. نحن طلعنا من الصالة لقينا الناس واصلة لبرا، كله عم ينطر دوره ليفوت. لا والأحلى من هيك، كله عم يفوت وعم يبكي وعم ينوح. ايه طبعا حبيبي هذا الكبير أقل منها يعني. لا ولا أخذين لي صالة كبيرة بالبلد يعملوا تعازي فيها. وأكيد أنت بكرة حتروح ما هيك؟ ما بظن، يا بكرة يا بعد بكرة. هن عاملين أساسا العزة خمس أيام. أي الله يرحمه يا رب. تيجي
أيوة. لا لا الأستاذ سليم لسه ما وصل. أكيد على وصوله. مين قال؟ طيب طيب ولا يهمك، الله معك. لا لا أنا سكرتيرته. يا هلا باي. أهلا أستاذ. كيفك يا دلع؟ تمام. شو بتضلك قاعدة بالمكتب؟ شو بدنا نعمل؟ شو بدك تعملي؟ شو أخبار؟ ما في شيء، بس في شخص اتصل سأل عنك. مين هو؟ ما قال. شو بده؟ كل اللي قاله إنه سألني إذا بتوصل حضرتك. روحي خلوني يعملوا لي قهوة. طيب مين هني؟ ما بعرف. خليهم يفوتوا. طيب اوكي. مرحبا استاذ سليم. اهلين سليم. كيفك؟ يا ميدا اهلا وسهلا. كيفك خواجه سليم؟ اهلين سليم. شو اخبارك؟ اهلين سليم. اهلا فيك. اهلين سليم. شو ما عرفني استاذ سليم؟ لا والله. لا 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 ولو؟ نحن امبارح اجتمعنا بعزا كبير، الله يرحمه ويجعل مسوى الجنة. الله يرحمه. يا سياد مين؟ تفضل تفضل تفضل. لا صار لازمك عناية. زعلان كثير عليك. تعي لعندي. شو بتشربوا أساتذة؟ لا شكرا كتير أستاذ سليم، نحن مستعجلين ورانا شغل، خليها لغير مرة إن شاء الله. ما بصير، لازم أشربكم شي. ما لي شي، خليها لغير مرة، ما لنا مطولين. والله الحقيقة كانت فاجعة موتتها الكبير، الله يرحمه. ليش مين ما كان يحبه الله يرحمه؟ والله، والله كان كلامه طابه على راسنا من فوق. وأوامره كانت أمين. أكيد أكيد. ومشان هيك أنا جاي لعندك. تفضل تفضل. امبارح يا أستاذ سليم إجاني الكبير بالحلم، ولاني متضايق، فعرف إني مزنوق على قرشين. قال لي ما تاكل هم، بتقول عند سليم بيك وبتقله بيسلم عليك الكبير ودينني 70 مليون ليرة لشهرين بس وبرجع لك ياهم. الكبير اجاك بالحلم وقال لك روح لعند سليم اديه منه 70 مليون. ورحمة الكبير الغالي علي وعليك عما انقل لك كلامه بالحرف الواحد وبرجع وبذكرك شهرين وبس. ايه اوامر الكبير على راسنا، والله اوامر الكبير على راسنا، بس يعني بدك تعطيني وقت شوي، بلكي ان شاء الله من هلا بكره بنحل القصة. معناته استاذ سليم انا ناطر تليفون منك. يلا بخاطرك. جاي عم يقلي الكبير بيقول لك دينه 70 مليون، يعني اذا ما اعطيته بيقول لي ما بتحب الكبير. لك هذا الكبير، الكبير بتعرف شو يعني الكبير؟ واذا اعطيته راحوا علي 70 مليون. والله صحيح عم تحكي. يا ريته طلب مبلغ صغير، لك كنت اعطيته اياه، بس يطلب 70 مليون. طيب وهلا شو راح تعمل؟ اعمل تحتي ان شاء الله. شو بدي اعمل؟ ليش طالع بايدي حل وما عملته؟ لك حبيبي والله انا قلقان عليك كثير، ليقوم يصير معك شيء. ولك شو بده يصير معي؟ شو بده يصير معي اكثر من صاير؟ مو شايف وشه؟
مش شايف حالك كيف صاية؟ تقوم يزيد معك السكر وتروح تنجلت لا سمح الله؟ شو رأيك تنام هلا؟ والصباح ربح؟ لك شلون بده يجيني نوم وهذا ناطر مني تليفون بكرة؟ طيب خلص اتركه ولا تدق له، لحاله بيعرف انه مانك حابب تعطيه. لك هذا حل هذا؟ عمل لك اجى لعندي هذا ابو شوارب تهدي عليهم بقرتين، وقال لي الكبير جايب المنام وقال له دينو. طيب انا عندي حل. استاذ في شخصين برا بيسألوا عنك. مين؟ نفس الاشخاص اللي اجوا هدين كل مره. مرحبا استاذ سليم. يا ميت اهلا وسهلا. الله يسعد اوقاتك. اهلا سليم. استاذ سليم كيفك؟ يا هلا. اهلا سليم. اهلا استاذ سليم. يعني انا نطرتك يومين لقيتك ما دقيتني، فقلت لاجي شوف شو صار معك. بخصوص 70 مليون اللي حكينا عليهم. ايه الحقيقه انا بصراحه يعني شو بدي احكي لك، بنفس الليله اجاني الكبير بالحلم قال لي اسحق الدينون، وبتعرف يا اوامر الكبير. ايش في؟ في سؤال ما عم بعرف حله. لك اجو يا بي، معقولة ما تعرف السؤال؟ ما عم بعرف حل السؤال، صعب كتير. أنا سؤال هذا؟ سؤال بيقول ما هي معنى الماسونية؟ معنى الماسونية؟ هاي هي الماسونية. مامونية محطوط لها شوية ينسون صارت ماسونية. منحييكم أنا وكل جروب جينا تنسليكم، عندنا فكرة اليوم وبكرة ما هي فزلك فيها عبرة رح ترضيكم. جمعت جروبي مع ضيوفي طرحنا الفكرة وقالوا صور صارت حلقة، وبعفوية كوميدية أخرجنا بمشلشل فزلك عربية. راكان لميس وفادي نجاح سوسن جيني عبير صباح وسالم حنان وفضل ومازن جمال وجرجس واحمد ياسين اندري ومحمد ابلين وهالا ورولا ومايا والباقي. هلا هلا بيكم من حييكم اني وكل جروب جينا تنسليكم. حبيتونا حبيناكم جروب الكل شي ماشي معكم راح يلقاكم. او جودوي انتم مورو فزلك عربية هذا ما هو زورو. ابدا يومك اخر نومك كل حلقات تحضرها معنا تنسى همومك. احكي وشكي بس لا تبكي خلي الضحكة تبين جوا لون عيونك. انتم هالي وناسي وانا ارفع فيكم راسي الله يديم المحبة والبسمة شيء اساسي. خلي الفرح يجمعنا والضحكة حلوة معنا فزلك عربية مسلسل من اخراجي. هلا هلا بيكم من حييكم اني وكل جروبي جينا تنسليكم.